يلا يا حبيبتي الفطار جاهز، وانا عامل لك مفاجاه. البتاعه دي بتدخل في بقي، عامل لك مفاجاه رهيبه. ايه يا بنتي عيني هطير. حقك علي. يلا هتنبسطي، تعالي عندنا ضيوف. ضيوف؟ ضيوف بقول لك، تعالي بنتي. انا حبيبتي والله، بنتي حبيبتي يا بنت، البتاعه دي بتطرف عيني يعني. وبعدين حقك عليا، مضايقاك طول عمرك بتفرطك دي مبهدلاني. شفت المفاجاه بقى؟ انا عامل لك مفاجاه رهيبه، العيله كلها متجمعه ما شاء الله. يلا يلا صبحي كده على العيله وما تتكسفيش. ها عندنا عيلتنا، ها قول لهم كلهم صباح الخير، عمك وخالتك وعمتك وولاد عمك كلهم، صباحي عليهم. صباحي. صباح الخير. ايوه لا كده هزعل منك. ليه؟ صباحي على ماما، ماما ست الكل. ماما دي؟ ايوه. صبح عليها ايه؟ دي هنقرا لها الفاتح. يا بنتي صباحي عليها، صباحي قولي لها بونجور مام. قولي صباح الفل يا ست الكل. صباح يا بنتي. بونجور مام. بخوخ. بونجور خوخ. مام. مام. برافو مام. بنت الشطرة. يلا روحي بقى كده اقعدي جنب حسن خطيبك. ايه بتنحى كده ليه؟ ما تكسفيش خالص، حسن زي اخوك وخطيبك وابن عمك. ها لا لا لا، انتوا متربيين سوا، هتبوظ لي وداني دي. انا ما مكسوفاش ولا حاجه، انا بس مش متذكره كويس. حسن ده كان المجشة ولا الجردل ولا ايه؟ المخدة يا بنتي، حسن المخدة. مخدة. يلا امشي نجري، روحي اقعدي جنبه. يلا صباح الخير عائلتي الجميلة. اهلا، ازيك يا ابراهيم؟ اهلا وسهلا. اهلا صباح الخير. شفتي الجمال؟ شفتي عيلتنا الحلوة؟ ايه يا سلام. ايه مالك؟ افرحي بعيلتك، عمك صبحي، حسن خطيبك، عطيات عمتك. إيه شفتي بقى؟ شفتي احنا لما بنتجمع على الفطار كعائلة، شوفي شوفي بيحصل لنا ايه؟ الشموع بتنور،